به عقولنا وتزكي به أعمالنا وترفع به درجاتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل درسنا في شرح ألفية ابن مالك، وستكون الأيام للألفية بإذن الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. اقرأ يا فردوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. المصريون يسمونه ظرفا، والكوفيون يسمونه مفعول فيه، وضابطه صحة وقوعه. والكوفيون يسمونه المفعول، أظهر اللام لأنها قمرية. أيوة. والكوفيون يسمونه المفعول فيه، وضابطه صحة وقوعه جوابا لمتى أو أين. متى في ظرف الزمان، وأين في ظرف المكان. نعم. قال ابن مالك: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا. هذا البيت هو الواحد بعد 300 من ألفية ابن مالك. هذا البيت هو البيت رقم 1 بعد 300. قال رحمه الله تعالى: الظرف وقت أو مكان، أي زمان أو مكان. وقت أي زمان، الظرف إما زمان وإما مكان، لكن بشرط أن يكون مضمنا معنى فيه، أن يكون مضمنا معنى فيه. أما إذا جاء الزمان أو المكان غير مضمنا معنى فيه فلا يكون ظرفا. تقول: الدار واسعة. الدار واسعة، الدار مبتدأ، واسعة خبر، فلا تقول الدار هنا ظرف مكان لأنها ليست مضمنة معنى فيه. يوم الجمعة مبارك، يوم ووقت زمان ولكنه لم يضمن معنى فيه، فيعرب هنا مبتدأ. يوم مبتدأ مضاف للجمعة مضاف إليه، مبارك خبر. لماذا عربنا مبتدأ؟ لأنه لم يضمن معنى فيه. نعم. لكن ظرف الزمان وظرف المكان ما ضمن معنى فيه، ما ضمن معنى فيه. صمت يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، صمت في يوم الجمعة. جلست هناك أو عندك، أي في عندك. نعم. قال: كهنا امكث أزمنا. هنا في هنا، في هنا، كهنا أي في هنا امكث. امكث هنا أي امكث في هنا، في هذا المكان. أزمنا أي في أزمنا، أي في زمن أو في وقت. فالظرف إذا ضمن معنى فيه يكون ظرفا، أما إذا لم يضمن معنى فيه فيعرب حسب موقعه في الجملة، فيعرب حسب موقعه في الجملة. طيب اقرأ يا شيخ. قال الشارح: هم نمكث أزمنا مثال فيه ظرفا. أعد يا شيخ. قال الشارح: هنا امكث أزمنا مثال فيه ظرفان، هنا وأزمنا. الأول ظرف مكان، والثاني ظرف، والثاني أزمنا.
تشويش. تفضل يا شيخ. والثاني ظرف زمان وهو المراد بقوله وقت، وكل منهما مضمن بمعنى فيه، وهذا هو ضابط الظرف، كأنك قلت أمكث في هذا المكان في أزمنة. بل في أزمن ما كان أفضل حتى يكون موافقا للسياق. نعم أيوه اقرأ. وقوله وقوله باضطراد أي في جميع الأحوال، بحيث يتعدى إليه جميع الأفعال ويبقى منصوبا، وهو احتراز من نحو سكنت الدار ودخلت المسجد، فإنه يصح فيه تضمين. هنا الدار مقصودة، هنا الدار مقصودة. قال باضطراد في جميع الأحوال بحيث يتعدى إليه جميع الأفعال ويبقى منصوبا، وهو احتراز من سكنت الدار. هنا صحيح مضمنة معناه فيه، ولكنها ليست منصوبة باضطراد، لأنك تقول الدار سكنتها، الدار سكنتها، فترفع، هي ليست منصوبة باضطراد، فليست منصوبة باضطراد. نعم. ودخلت المسجد كذلك، المسجد واسع، المسجد كبير، فهنا رفع، فهو ليس منصوب باضطراد، فلا بد من أن يكون الظرف زمانا أو مكانا باضطراد منصوب، باضطراد منصوب. نعم. فإنه يصح فيه تضمين فيه في مع النصب، ولا يصح فيه فيما على ذلك من الأفعال، فلا يقال جلست الدار وصليت المسجد، ولهذا نصبوا الدار والمسجد في المثالين الأولين على نزع الخافض، ولم يصوبوا الأسلوب في المثالين الأخيرين. انظر، جلست الدار ما ينفع هنا النصب، لماذا؟ لأن النصب هنا غير مضطرد، وهنا لابد من أن يجر بحرف الجر، جلست في الدار، لأن جلست لازمة فلا تصل إلى المفعول إلا بحرف الجر، جلست في الدار، فسيكون مجرورا. والظرف منصوب، والظرف منصوب، إذن فالدار هنا ليست ظرفا، ليست ظرفا، لماذا؟ لعدم اضطرادها في حالة النصب، لعدم اضطرادها في حالة النصب. وكذلك المسجد فليس ظرفا، لماذا؟ لعدم اضطراده في حالة النصب، لأنه هنا صليت في المسجد، فلا بد من أن يجر، وسيجر بالكسرة، صليت في المسجد، واضح؟ نعم. قال وحينما قرأنا على النهوي العلامة أحمد هنا الشنقيطي. جلست المسجد، جلست الدار، صليت المسجد. النصب هنا ليس على الظرفية، وإنما على نزع الخافض، على نزع الخافض، فالنصب ليس باضطراد، فالنصب ليس باضطراد على الظرفية، وإنما هنا لأنه حذف حرف الجر. أما الظرف المنصوب على الظرفية فهو ما ضمن معنى الفي، فهو محذوف فيه في، وهو منصوب ليس لنزع الخافض، وهذا الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة اللي قبلها. نعم اقرأ. وحينما قرأنا على النهوي العلامة أحمد الشنقيطي قال لنا كأن ابن مالك يشير بالمثال المذكور إلى نظمه هذا، وأن الطالب لابد أن يمكث في ألفيته أزمنا كثيرة.
في هذا البيت يذكر الشيخ الحمدي عن شيخه الشنقيطي أحمد حفظهم الله، قول ابن مالك هنا عندما مثل ابن مالك بقوله كهو نمكث أزمنا، قال قصد ابن مالك بهذا المثال إشارة إلى طالب العلم، طالب علم النحو الذي يقرأ الألفية، أمكث هنا أي أمكث هنا في دراسة الألفية وقتا طويلا، لا تستعجل، لا تستعجل على قراءتها والانتهاء منها، بل أمكث هنا أزمنا، أمكث هنا أزمنا، بمعنى اقرأ الألفية وتأنى في قراءتها أزمنا طويلة. نعم، فانصبه. قال ابن مالك فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. يبين في هذا في هذا البيت مسائل، الأول أن الظرف منصوب، المفعول فيه منصوب زمانا أو مكانا، المفعول فيه منصوب زمانا أو مكانا. الآن سيذكر ما عامل النصب، ما عامل النصب في الظرف، من الذي نصب الظرف المفعول فيه، ما هو عامله؟ فقال قد يكون عامله ظاهر وقد يكون عامله مظهر. فإن كان هناك فعل ظاهر فيتعلق به، أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو مصدر، فهذه الذي تعمل عمل الفعل كذلك ممكن أن تعمل في الظرف النصب. فإذا لم توجد فيكون عاملها محذوف وجوبا ويقدر كائن أو استقر، ويقدر كائن أو استقر، كما مر معنا في الظرف إذا وقع خبرا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، فهذا هو العامل الذي عامل النصب في الظرف، محذوف تقدير كائن أو استقر. طيب اقرأ. قال الشارح يبين في هذا البيت مسائل، الأولى أن الظرف منصوب، الثانية ناصبه هو العامل الواقع فيه إذا كان مظهرا نحو صمت يوم الخميس، فإن الصيام واقع في اليوم. يوم الخميس، صام فعل ماضي والتاء ضمير فاعل، يوم مفعول فيه، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما الذي أحدث النصب؟ الفعل صام، الذي نصبه الفعل صام، هذا هو عامل النصب. ويوم مضاف الخميس مضاف إليه، فإن الصيام واقع في اليوم، واقع في اليوم. نعم، ومثال المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة. فمن يعرب؟ المشايخ، من يعرب؟ مشايخنا إقبال. عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة. نعم سيدي، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة. نعم، عجبت فعل ماضي مبني على السكون لفعله بالضمير الرفيع المتحرك والتاء والفاعل، من حرف الجر ضربك اسم مجرور بمن وعلامة رفعه الكسرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه، زيدا مفعول به. من ضربك جار ومجرور متعلق، جار ومجرور متعلق من من عجبت. نعم ايوه، زيدا مفعول به، مفعول به لضربك اسم وصف، اسم وصف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يوم مفعول فيه
منصوب وهو مضاف الجمعة مضاف إليه مجرور بالكسرة. من العامل في يوم؟ عجبته. لا ليس عجبته. من ضربك. الضرب، لأن الضرب وقع يوم الجمعة. لأن الضرب وقع يوم الجمعة. إذن فيوم متعلق بضرب، متعلق، فالذي عمل فيه، الذي عمل في المفعول فيه النصب المصدر، الذي عمل فيه المصدر، المصدر. أو عجبت من زي من ضربك زيدا عندك أو عند الأمير. فعند سيكون ظرف مكان منصوب. ما الذي فعل فيه النصب؟ المصدر ضربك، ضربك. مثال للوصف، مثال للوصف. أنا صائم يوم الخميس، أنا صائم يوم الخميس. يلا كريمي. أنا صائم يوم الخميس. نعم نعم يا شيخي. يلا أعرف أنا صائم يوم الخميس. بسم الله. أنا أنا ضمير ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. صائم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو خبر لي أنا. إذن خبر مرفوع، لا تقول مرفوع كذا لأنه خبر. نعم خبر مرفوع. مرفوع. نعم. يوم مفعول فيه والخميس مضاف إليه. من الذي أحدث النصب في يوم المفعول فيه؟ صائم. صائم اسم فاعل. اسم فاعل. الفعل. فهو الذي أحدث النصب في المفعول فيه. طيب اقرأ يا شيخ. قال الثالثة إذا لم يكن العامل ظاهرا قدرناه نحو يوم الخميس لمن قال لك متى صمت. إذا كان العامل غير ظاهر فعلا أو مصدرا أو وصفا غير ظاهر فنقدره، فنقدر عاملا يناسب سياق الكلام مثل من قال لك يوم الخميس لمن قال لك متى صمت، متى صمت، فتقول يوم الخميس، يوم الخميس. فيوم الخميس هنا مفعول فيه. من الذي أحدث فيه النصب؟ عامل محذوف يقدره السؤال، يقدره السؤال متى صمت، صمت يوم الخميس. إذن فالجواب يوم الخميس، يوم سيكون مفعول فيه مضاف الخميس مضاف إليه والعامل محذوف تقديره صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس. أو إنسان يقول لك كم سرت، فتقول له فرسخين أو ميلين. فرسخين أو ميلين هذا ظرف مكان مسافة. طيب من الذي أحدث فيها النصب؟ الذي أحدث فيها النصب مقدر في السؤال كم سرت، سرت فرسخي، سرت ميلي، هذا هو المقدر. فهذا يقدر جوازا، هذا التقدير جوازا. وقد يقدر محذوف وجوبا، وقد يقدر المحذوف وجوبا، يكون محذوف وجوبا ليس جوازا. وهذا مر معنا في إعراب الجمل وفي قراءة المنظومات في إعراب الجمل، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول
إذا كان ماذا؟ لا، من يجيب؟ إذا كان الظرف خبرا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، هذه الحالة الأولى. إذا كان الظرف خبرا فيجب حذف عامله، يجب حذف عامله. زيد عندك، أي زيد كائن عندك، واضح؟ زيد عندك. ومثله إذا كان الظرف صفة، إذا وقع الظرف صفة فيكون متعلق بمحذوف وجوبا، تقول رأيت رجلا عندك، رأيت رجلا عندك، فعند هنا ستكون متعلقة بمحذوف الصفة للرجل، لأن شبه الجملة بعد النكرة صفة، الجمل بعد النكرات صفات، وشبه الجملة بعد النكرات كذلك صفات. أو وقعت حالا، رأيت زيدا عندك، فعند سيكون متعلق بمحذوف في محل نصب حال من زيد، رأيت زيدا حال كونه عندك، حال كونه عندك. أو وقع الظرف صلة للموصول، سلمت على الذي عندك، سلمت على الذي عندك، فعند سيكون ظرف متعلق بمحذوف تقدير واستقر صلة الموصول الذي، والجملة ستكون صلة الموصول الذي. هذه الحالات التي يجب فيها حذف متعلق الظرف أو عامل الظرف وجوبا، إذا وقع خبرا، إذا وقع صفة، إذا وقع حالا، وإذا وقع صلة للموصول، وإذا وقع صلة للموصول. نعم، اقرأ يا فردوس. قال ابن مالك وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. نعم، وكل وقت قابل ذاك، كل وقت، هنا كل لفظ عام، الوقت منه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم، أي ظرف الزمان نوعان، هنا يشير إلى أن ظرف الزمان نوعان، منه ما هو مبهم ومنه ما هو مختص، وقت معين، يوم هذا مختص، أسبوع مختص، شهر مختص، سنة مختص، لأنه يدل على فترة زمنية محددة، ومنه ما هو عام مبهم، لحظة، حين، هذا ما تعرف ما مقدار اللحظة، ما مقدار الحين، واضح؟ إذن فالزمان نوعان، الزمان نوعان، مبهم ومختص. قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. أما ظرف المكان فلا يكون كذلك، فلا يكون إلا مبهما. اقرأ يا فردوس. قال الشارح ظرف الزمان يكون مبهما لا يحدد زمنا معلوما كحين ومدة، ويكون مختصا. انظر هنا في حين ومدة تدل على الزمان، لكن كم الفترة الزمنية؟ ما تعرف، غير محدد. مدة أيضا زمان، لكن ما تعرف كم هذه المدة، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، يوم، يومين، ما تعرف، فهو مبهم، مبهم التحديد. ويكون مختصا، ويكون مختصا كيوم الخميس
وكلاهما يقبل النسب على الظرفية. هذا معنى كقول المختص والمبهم ينصبان على الظرفية. أما المكان قال لا، فلا يكون إلا على صورة واحدة كما سيأتي. اقرأ. أيوه. هذا معنى قوله وكل وقت قابل ذاك. وكل وقت أي المبهم والمختص والمعين يقبل ذاك أي النصب على الظرفية. ومعنى ومعنى وما يقبله المكان إلا مبهما أن ظرف المكان لا يقبل النسب إلا إذا كان مبهما. وأمثلة ذلك في قوله نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. هنا سيذكر الأمثلة لظرف الزمان المبهمة والتي تنصب على الظرفية، وتنصب على الظرفية ملازمة للظرفية المكانية، نحو الجهات أمام خلف يمين شمال فوق تحت وراء قدام. فأسماء الجهات، أسماء الجهات كلها تدل وتنصب على الظرفية المكانية. قال وما صيغ من الفعل أي اسم المكان المصوغ والمشتق من الفعل من مرمى، مرمى مفعل، هذا اسم مكان كذلك. أيوه اقرأ يا شيخ. قال ذكر ثلاثة أنواع لظرف المكان المبهم. أيضا مما ذكر المقادير فرسخين ميلين، أيضا هذه من أسماء الجهات، عفوا من ظروف المكان التي تنصب وتلازم الظرفية. نعم اقرأ اقرأ. الأول الجهات الست فوق تحت أمام وراء يمين شمال. وقرأت في النفحة الريحانة أنهم نفحة يطلق الريحانة. وقرأت في النفحة نفحة في نفحة ريحانة الريحانة أنها في أنهم نفحة ريحانة أنهم يطلقون لقب الست تكريما للمرأة. هذا مصطلح عامي، يقولون للمرأة يا ست يا ست. لماذا ست؟ قال بمعنى وتيمنا ما تحفظ جميع الجهات الست. وهذا بعيد. أنا أعرف. نعم أيوه. وتيمنا بأن تحفظ من جميع الجهات الست. بأن تحفظ. وتيمنا بأن تحفظ من جميع من جميع الجهات الست. نعم. الثاني المقادير كفرسخ وبريد 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 وميل. الفرسخ تكون الفرسخ تقدير كيلو وربع أو كيلو ونصف هكذا، هذا فرسخ. والبريد اثنين فراسخ وشيء، اثنين فراسخ وشيء، هذا البريد. والميل أيضا كيلو وشيء، كيلو وشيء. فهذه عبارة عن مسافات، فرسخ بريد ميل، هذه عبارة عن مسافات. اليوم نستعمل الكيلو، الكيلومتر. نعم تقول تقول مشيت ميلا وفرسخا وبريدا. نعم. الثالث ما صيغ من الفعل. ما صيغ ما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. مبني للمجهول صيغة من صاغ صيغة. ما صيغ من الفعل كمرمى من رمى أي اسم المكان المصوغ من الفعل. مرمى مرمى من رمى، رمى يرمي فهو رامي،
واسم المفعول مرمي، والمصدر رميا، واسم المكان مرمى. اسم المكان مرمى. جلس، ما اسم المكان منه؟ مجلس. مجلس. مجلس مفعل على وزن مفعل. قعد، مقعد. مقعد. مقعد هذا يسمى اسم مكان، يصاغ ويشتق من الفعل، من الفعل، فكذلك يكون يكون منصوبا على الظرفية، يكون منصوب على الظرفية. إذن اسم المكان الذي ينصب على الظرفية ما كان مبهما، وهو على ثلاثة أنواع، إما الجهات الست، وإما المقادير، وإما ما صيغ من الفعل، وإما ما صيغ من الفعل اسم مكان. نعم، اقرأ. قال: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. هذا اسم المكان المشتق من الفعل فيه شرط، لا بد وأن يكون، إذا أردنا أن يكون ظرفا، أن يكون مساويا لما اشتق منه، لما اشتق منه. مثاله: تقول جلست مجلس الأمير. انظروا، مجلس من جلس، لكن لو قلت جلست مقعد الأمير، هل هنا لا يكون منصوبا على الظرفية، لا يكون منصوبا على الظرفية. لماذا؟ لأن مقعد ليس مشتقا من جلس، ليس مشتقا من جلس، لكن لو قلت قعدت مقعد الأمير صح. واضح؟ وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. شرط أن يكون مشتقا من نفس المادة. نعم، أيوه، اقرأ. قال الشارح: اسم الإشارة ذا يعود إلى النوع الثالث، يقول شرط كونه مقيسا أن يقع ظرفا لعامل اجتمع معه في الأصل الذي اشتق منه. لعامل اجتمع معه، لعامل اجتمع معه في الأصل الذي اشتق منه، كقولك رميت مرمى. نعم، رميت مرمى، لكن لو تقول رميت مجلسا، رميت مقعدا، لا، هنا سيكون مرمى مفعول به، مقعدا مفعول به، ولن يكون مفعولا فيه. لماذا؟ لأنه لم يشتق من نفس بناء العامل الذي عمل فيه. لكن إذا قلت رميت مرمى، فمرمى هنا سيكون اسم مكان منصوب على ظرفية المكان، والعامل فيه رمى. نعم، ونحو ونحو نقعد منها مقاعد للسمع وهكذا. مقاعد. فإن انظروا، نقعد مقاعد، مقعد جمعه مقاعد، فمقاعد أيضا اسم مكان مشتق من قعد، ولكنه جمع. أيوه، وهكذا. فإن كان العامل لم يجتمع معه في الاشتقاق فلا. فإن كان العامل لم يجتمع معه، انظروا هنا وضع لم بين قوسين، أليس كذلك؟ نعم، ما يحتاج، الأصل أنها تكون خارج القوسين. فإن كان العامل لم يجتمع معه في الاشتقاق فلا يكون منصوبا على الظرفية المكانية، فلا ينصب على الظرفية المكانية، وإنما ينصب حسب موقعه في الجملة.
واضح؟ نعم. اقرأ. وأما قولهم هو مني مقعد مك 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 مقعد القابلة مقعد القابلة. فشاذ، هو مني هو مقعد مني القابلة. مقعد القابلة فشاذ. هذا نعم، هذا الكلام هو مني مقعد القابلة، هذا الكلام يطلق للدلالة على أن هذا الرجل قريب منه. هو مني مقعد القابلة، بمعنى هو قريب مني وأنا أثق فيه، هكذا فيعبر بهذه الجملة. هنا هو مني مقعد القابلة، مقعد القابلة. أين العامل في مقعد القابلة؟ القابلة المصدر، القابلة. ولكن هنا انظروا، القابلة ليست من مصدر مقعد، ومقعد ليس من مصدر القابلة، اختلف في أصل الاشتقاق. فمقعد هنا لم يكن اسم، أو كونه اسم مكان، كونه اسم مكان هنا هذا جرى على الشذوذ، جرى على خلاف القاعدة، جرى على خلاف القاعدة، جرى على خلاف القاعدة. وكذلك قولهم عمرو مني مزجر الكلب، عمرو مني مزجر الكلب، مزجر، مزجر الكلب. أيضا هذا جرى على خلاف الأصل، جرى على خلاف الأصل والقاعدة، جرى على خلاف الأصل. وخالد مناط الثريا، خالد مني مناط الثريا، أيضا كذلك مناط، ولكن هذا أيضا جرى على خلاف الأصل. فلو أعمل في مقعد ومزجر ومناط، قعد زجر ناط، لم يكن شذوذا، لم يكن شذوذا، وكان على الأصل، وكان على الأصل. هذا ما ذكره سيبويه في كتابه. نعم، أيوه اقرأ. قال: وفي بعض ما تقدم خلاف عسير. قال ابن مالك: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. هناك بعض الألفاظ تستعمل ظرفا وتستعمل غير ظرف. قال هذه الألفاظ متصرفة، تسمى متصرفة لأنها تستعمل استعمالين، تستعمل ظروفا وتستعمل غير ظروف. نعم، أيوه كيوم، يوم، دار، فهذه تستعمل ظروف وتستعمل غير ظروف، تستعمل غير ظروف. نعم، كما مر معنا. اقرأ. قال الشاعر: يقول اللفظ الذي يستعمل من أسماء الزمان والمكان ظرفا، ويستعمل غير ظرف أيضا. غير ظرف أيضا، ويستعمل ويستعمل غير غير ظرف، ظرف أيضا. ويستعمل هو غير ظرف أيضا. نعم، هو في عرف نحوي متصرف، متصرف كمكان وزمان ويوم. تقول يوم الاثنين. وتستعمل حسب موقعها في الجملة. الزمان تستعمل ظرف وتستعمل حسب موقعها في الجملة، يوم تستعمل ظرف وتستعمل حسب موقعها في الجملة. تقول ماذا؟ تقول يوم الاثنين يوم أحبه ومررت والله أعرب، من أعرب يا بمكانك. عدن، عدن أعرب هذه، يوم الاثنين يوم أحبه، عدن نعم. يوم هذا الاثنين أحبه، يوم يوم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، الاثنين وهذا شاهد، مضاف إليه. وهذا شاهد. يوم ظرف زمان أو من ظروف الزمان، ولكن هنا استعمله غير ظرف، استعمله مبتدأ، استعمله
مبتدا نعم. ويوم مضاف الاثنين مضاف اليه مضاف إليه. يوم يوم خبر لمبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. أحب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. قاعدة هنا أتى بمثال يوم، يوم الاثنين يوم أحبه، يوم أحبه. هنا كأن المبتدأ والخبر شيء واحد، كأن المبتدأ والخبر شيء واحد. وهناك قاعدة عند النحويين، المبتدأ والخبر يجب تغايرهما، يجب التغاير في المبتدأ والخبر، يجب أن يكون المبتدأ غير الخبر، يجب أن يكون المبتدأ غير الخبر. وكذلك الشرط والجزاء في الجملة الشرطية، شرط وجزاء، يجب أن يتغير الشرط عن الجزاء، لا يكون الشرط هو الجزاء والجزاء هو الشرط. هذه قاعدة من القواعد، وسيأتي لنا، أسأل الله أن ييسر لنا، هناك أشياء كثيرة أريد أن أقول لكم وأحدثكم، ولكن أسأل الله أن ييسر إن شاء الله، أسأل الله أن يسر إن شاء الله. طيب، لكن خذوا قاعدة الآن، أن الأصل في المبتدأ والخبر التغاير، والأصل في الشرط والجزاء التغاير. هكذا قاعدة، اكتبوها هكذا وافهموها حتى يأتي لنا وقت ونقرأ فيها تفصيل أكثر إن شاء الله. الأصل في المبتدأ والخبر التغاير، والأصل في الشرط والجزاء التغاير. طيب، الثاني ومررت بمكانك، ومررت بمكانك. يلا يا شيخ عباس سمعنا صوتك. مررت بمكانك. مررت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والباء حرف جر. مكانك، مكاني اسم مجرور علامة جره كسرة ظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نعم، بالإضافة. فهنا الشاهد مكان، فيستعمل ظرف مكان ويستعمل حسب موقعه في الجملة، فيسمى متصرفا، فيسمى متصرفا. نعم، اقرأ يا فردوس. قال: وغير ذي تصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. الله يا شيخ أديب، أعرب أديب. غير ذو التصرف الذي لزم ظرفية. أديب. نعم يا شيخ. أعرب غير ذو، غير ذي التصرف. غير مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وهو مضاف زي بمعنى الذي، بمعنى صاحب، من أسماء الإشارة، من أسماء الخمسة. نعم، مضاف إليه. ومضاف التصرف الذي اسم الموصول، صفة لازم، صفة لزي مجرور، لا ومبني. غير مبتدأ، غير للتصرف
الذي لزم ظرفية. إذن الذي خبر، الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، واضح؟ ولزم فعل ماضي وفاعل مستتر تقديره ويعود على الذي، وظرفية مفعول الجملة لزم ظرفية صلة الموصول الذي، صلة الموصول الذي، واضح؟ طيب بارك الله فيك، اقرأ في الدوس. قال هذا قسيم ما ذكر في البيت الذي قبله. هذا قسيم ما ذكر في البيت الذي قبله. في البيت الذي قبله ذكر على أن الظرف منه ما هو متصرف وما هو غير متصرف. هنا سيذكر النوع الذي غير متصرف. في البيت الأول ذكر النوع المتصرف. القسيم الثاني أو القسم الثاني، قسيم بمعنى النوع الثاني، سيذكر الظرف الغير المتصرف، الظرف الذي غير متصرف، أي يأتي ظرفا فقط ولا يخرج عن الظرفية. فما هو؟ نحو عند، وحين، ولد، هذه فوق، هذه أسماء ملازمة للظرفية ولا تخرج عن الظرفية. يقرأ. يقول غير المتصرف هو الذي يلزم الظرفية ولا يخرج عنها، كبين وسحر. إذا أريد به سحر. إذا أريد به سحر يوم معين، إذا أريد به سحر يوم معين. أما إذا قلت سحرا فهذا التنوين يسمى تنوين التنكير، تنوين التنكير. نعم. ويطلق غير المتصرف أيضا على ما لزم شبه الظرفية كعند، فإنها تنصب على الظرفية. نعم. هناك ما من أسماء الظروف الغير المتصرفة ما يكون منصوبا دائما على الظرفية، وهناك منها من غير المتصرف ما يجر في بعض الأحوال بمن، ما يدخل عليه حرف الجر، ما يدخل عليه حرف الجر ولكنه ملازم للظرفية لا يخرج عن معنى الظرفية. ما هو عند؟ فلذا سمى عند شبه ظرفية، شبه ظرفية. لماذا؟ لأنه يدخل عليها حرف الجر، يدخل عليها خلف الجر. تقول خرجت من عندك، عندي أصلا ملازمة للظرفية ولكن دخلت عليها من، فسماها شبه ظرفية، شبه ظرفية. نعم. أيوه. وقد تجر بمن، تقول خرجت من عندك، والظرف وخرجت من عندك، والظرف والجار والمجرور رفيقان تجمعهما الشدائد. أنا قال الجار والمجرور والظرف دائما يجتمعان وتجمعهما الشدائد، فهما كلاهما شبه جملة وكلاهما لهما متعلق، وهذا المتعلق قد يكون محذوفا وقد يكون وجوبا في نفس الحالة، للظرف وللجار والمجرور، فهما رفيقان دائما. طيب اقرأ. أيوه. قال ابن مالك وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. هنا قال أنه قد ينوب عن ظرف المكان المصدر، قد يحذف ظرف المكان ويذكر مكانه المصدر وينوب المصدر، وهذا في ظرف الزمان أكثر من ظرف المكان. قال وذاك في ظرف الزمان يكثر، أي نيابة المصدر عن ظرف الزمان كثير، بينما نيابة المصدر عن ظرف المكان قليل. نحو جلست قرب زيد، جلست قرب زيد، أي جلست مكانا
قرب زيد، جلست مكانا قرب زيد، فحذفنا مكان وأقمنا المصدر قرب مقام الظرف، جلست قرب، جلست قرب زيد. أو ظرف الزمان، آتيك طلوع الشمس، آتيك طلوع الشمس، أي آتيك وقت طلوع الشمس أو زمان طلوع الشمس. فحذف الزمان وقت، ظرف الزمان وقت وزمان، وأقام المصدر طلوع مقامه. أو أقضيك قدوم الحاج، أي أقضيك وقت قدوم الحاج، وقت قدوم الحاج أو زمن قدوم الحاج. إذن فالمصدر ينوب عن الظرف سواء مكانا أو زمانا، ولكنه عن ظرف الزمان كثير وعن ظرف المكان قليل. نعم، تفضل يا شيخ. قال: ها هنا مسائل ثلاثة، ها هنا مسائل ثلاث. الأول ينوب، ها هنا مسائل ثلاث، ها هنا مسائل ثلاث. الأول ينوب، ماذا سيكون الإعراب؟ ها اسم إشارة، ها اسم إشارة، ها ها اسم إشارة، لا ها حرف تنبيه، ها ها انتبه، الها حرف تنبيه. هنا مكان، نعم ظرف مكان، مرة معنا ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف، خبر مقدم، خبر مقدم. طيب مسائل مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. ثلاث صفة لمسائل، صفة المسائل، صفة للمسائل. نعم، واحد، الأول ينوب المصدر عن الظرف بنوعيه، هذا الأمر الأول الذي نفهمه من هذا البيت، أن المصدر ينوب عن الظرف الزمان والمكان بنوعيه. ينوب عن ظرف المكان، جلست قرب زيد أي مكانا قربا، وعن ظرف الزمان آتيك طلوع الشمس أي وقت طلوع الشمس. نعم، تفضل. الثاني نيابة المصدر عن ظرف المكان قليلة، نحو جلست قرب صالح أي مكانا قرب صالح. أيوه. الثالث نيابته عن ظرف الزمان كثيرة الوقوع، نحو انتظرتك صلاة العصر أي انتظرتك وقت صلاة العصر، أي انتظرتك وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكفر. نقف على المفعول معه هنا إن شاء الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض من أمرك، اللهم إنا شئت يا ربنا من شيء بعد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأفضل وجهك يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم فهمنا سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في الدين وارزقنا العلم والعمل به يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم اجعل جميع اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، اسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن لو حق علينا يا اكرم الاكرمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان كان معه سؤال فليتفضل قبل ان نختم. السلام عليكم يا سيدي. اهلا وسهلا، حيا الله شيخ نبيل، تفضل. قلنا في مثال جلست قرب صالح، يعني جلست مكانا قرب صالح، صح؟ جلست مكان قرب صالح، لن ننون مكان قربي. يعني مضاف مضاف اليه قربي. نعم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مكان. جلست مكان قرب صالح، فاحذف المضاف مكان وأقم المضاف إليه مقامه. كذلك في آتيك وقت طلوع الشمس، ليس وقتا طلوع الشمس، أي وقت طلوعي، وقت طلوعي مضاف مضاف إليه، فيحذف المضاف ويقيم المضاف إليه مكان. والثانية شيء يمكن تعيد في شبه الظرفية، يعني ما واضح. نعم، من الظروف غير المتصرفة، منها بين، منها حين، هذه ظرف غير متصرف ملازم للظرفية، ولكن هناك ظروف يدخل عليها حرف الجر وهي غير متصرفة، نحو عند، فعند غير متصرف ملازم للظرفية ولكن تدخل عليه حروف الجر، فسمي لدخول حرف الجر عليه شبيه بالظرف، شبيه بالظرف، لأنك تقول خرجت من عندك، خرجت من عندك، جلست عندك، خرجت من عندك، فعندها ظرفية، ولكن هناك منصوب على الظرفية، هنا صار مجرورا بحرف الجر وهو غير متصرف، وهو غير متصرف، فلدخول حرف الجر عليه سمي شبيها بالظرفية، سمي شبيها بالظرف. واضح؟ واضح الآن؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هل يمكن أن نقول غير المتصرف يعني شبيه ظرفية؟ غير المتصرف نوعان، غير المتصرف نوعان، ممكن نقول هكذا، غير المتصرف، أو نقول الظرف نوعان، متصرف وغير متصرف. وغير المتصرف شبيه بالظرف، وغير متصرف ظرفي، غير متصرف ظرفي وغير متصرف شبيه بالظرف، هكذا حتى نفرق بين حين وبين عند التي يدخل عليها حرف الجر. واضح؟ واضح. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. آمين وإياك. لن نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.